بجيب هنا الكاستر اللي هعمله، الحشو بتاعي كاستر. عندنا كوبايتين ونص من اللبن على النار يغلو، والسكر اتاكد ان هو ما فيش فيه اي مشاكل. ده الكراميل، ونضف الحروف قوي عشان ما تسكرش مني. خدي بالك من التركه دي، مهمه جدا، بمنديل مبلول ميه او فرشه. ارجع هنا عشان اعمل الكاستر بتاعي. حطيت كوبايتين ونص من اللبن، 3 اصفر بيض في وعاء، واحط عليهم نص كوبايه من السكر، معلقتين من الكاستر، وشويه فانيليا، وشويه من الملح، واروح واخده كبشه من اللبن ده، حله بيه الخليط ده كده، مش اكتر من كده بس. وادوب الاصفر بيض والكاستر والسكر واللبن والملح والفانيليا. جاهز كده عشان اعمل كريمه الكاستر اللي هحشي بيها. وابص على السكر، اتاكد ان السكر بتاعي دايب وبيغلي عشان اعمل الكراميل، عسل جلوكوز وسكر وميه، وبعد ما تستوي هديها لون غذائي احمر عشان اعمل الكراميل. خدي بالك من التركات دي. وهنا اللبن على النار. تعالى بقى شوف يا هشام، العجينه بتاعتي بعد ما بردت كده، بدي الست بيضات، شويه فانيليا، وهنزل بقى بيضه بيضه، واحدة واحدة كده مع بعض، عشان تمتص، تاخد العجينة تاخد نفسها وتاخد البيضة بيضة، واحدة واحدة كده، ما تستعجليش. ادي كمان واحدة اهو قدامك. العجينة لازم تبقى فاضجي استك عشان تعرفي ان هي خدت البيض الكفاية بتاعها. زي ما انت شايفة كده، الصاجات بتاعتي بجيبها وبدهنها مادة دهنية وبلمعها، بعد ما ادهنها بلمعها كده عشان ما تجريش التقطيع. العجينه محتاجه بيضه كمان، لان لازم تبقى فاضجي. بص كده، لازم تبقى استك، اروح مديها بيضه تاني. جاهز، اعبيها في كيس كريمه واحط له بلبله ساده. خدي بالك من التركه دي، كيس كريمه وبلبله ساده. العجينه طالعه بتقول لك يا جمالها حركه، لازم تبقى فاضجي كده استك يعني، خدي بالك عشان تعملي بيها. وفرنك تكون ظابطاه على درجه حراره 180. البتا شو بيهبط زي الكيكه الاسفنجيه، فخدي بالك ما تفتحيش الفرن قبل مرور 25 دقيقه 30 دقيقه عليه. جاهز كده؟ جاهز كده. اجيب الصاج والمعه، وفي نفس الوقت عندي الكراميل اللي انا اديتها 3 ارباع كوبايه من الايه؟ من عسل الجلوكوز، معلقتين من الميه، كوبايه سكر على النار اهي، وعندي هنا الايه؟ اللبن بتاعي، كوبايتين ونص من اللبن، ودوبت هنا معلقتين من الكاستر مع 3 اصفر بيض مع نص كوبايه من السكر وذره ملح وذره فانيليا، وكبشه من الايه؟ من اللبن، عشان ادوبهم بيه عشان اعمل الكاستر، والكراميل اكون صاحيه له. تركه كويسه قوي عشان الكراميل، تكون حاطه وعاء فيه ثلج كده وشويه ميه يا جمالك عم هشام، عشان اديله صدمه من غليان لصدمه ماء مثلج، فترسي الكراميل وتبقى عندك كراميل هاديه وتبقى ما تسيلش معايا. فخدي بالك من التركه دي، وعاء تحط فيه ثلج وميه كده عشان بعد الكراميل ما تستوي ارفعها هنا، وبعد كده اديها اللون اللي انا عايزاه. واحده اهم حاجه التركه دي، الصدمه من غليان الى صدمه سائل مثلج، تدي له صدمه تهديه وتخليه يبقى راكز كده مع بعض. تعالى هنا ارجع للكاستر، اول ما يغلي الكاستر هنزله الاصفر بيض، بس تعالى نقطع الايه؟ البتشو بتاعي. عشان اقطع كويرات البتشو قدامك اهو، مع بعض كده اهوت، واحدة واحدة. عندي هنا اهو زي ما انت شايف كده قدامك بالمقاس ده كده اهو، وكله قد بعضه، ما تصغرش وما تكبرش عشان ويكون في فرق بينهم وبين بعض. خطواتك كده قدامك اهو. وبعد كده هتروحي جايبة نقطة مية ومنزله الحته العاليه دي، المدنه دي، عشان تبقى بومبي مدوره. خدي بالك من التركه دي، اهم حاجه الحقنه دي اللي انت بتحقنيها كله يبقى قد بعض. وفرنك على درجه حراره كام؟ 180.